السلام عليكم البنات، هاكم تشوفوا لي. عطانا ربي الخير ان شاء الله. هاد الوجات ان شاء الله يا ربي يكون خير، ان شاء الله يكون علينا مليح ان شاء الله يا ربي حنيني. واش مليح في واش واش مليح في البرد هذا؟ مليح يا العيش يا المحجوبه. انا راني درتكم المحجوبه باش تفكري بناتك. هي باش نفكر بناتي، باش واليوم الحال بارد لازم لا غير المحجوبه اللي راح تفريها. ان شاء الله يا ربي حنين، ان شاء الله يكون عام خير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله هاني راح ندير اليوم المحجوبه. المحجوبه فاش فيها الدقيق يكون مليح، الدقيق والملح يكون خلاص، والماء ملح والاخر الملح والدقيق فرات، وديري الماء يكون شوي دافي باش تقدري ادلكيه ادلكيه مليح هو يشتد لك المحجوبه. ادلكيه مليح وحطيه في الصاشيه ولا غطي له صاشيه، خليها هكاك. وانت روحي ديري لاصوص، كي تكملي ترجعي عند لاصوص، تكملي لاصوص رجعي ثاني زيدي دلكيه. هذا الكيه مليح هو كي تدلك ما انت تبغي توصليه. يخطروا يبغي يديروه بالنهار خاصه في البرد هذا. ما نورمال البرد ما يديرش، يحطيه في الفريجيدار وخليه تعجنيه وتلوحي في الفريجيدار، والصباح هذيك توجدي له غير لاصوص وتبداي. هاي ولي نوض بكري يوجد يدير العجين، يدير هو العجين خلطيه مليح وحطيه ورجعي هي في الصاشي ورجعي للاخر ولا في الكروانه نتاع المقفال اللي عندها مقفال. ورجعي ديري لاصوص نتاعك ترجعي تلقايه رطب على الكيف، زيدي له شويه خلاص. لازم تكون العجينه نتاعو طريه. هي لازم تدلك وتكون العجينه نتاعو طريه، والاخر شخشوخه كيما دير ما دلكيهاش مليح يتقطع لك. لازم هذاك الحرش يروح. هي لازم الاخر دقيق يكون حرش فيه الحبات هذوك، لازم وحده ما تبقى كلي تدلك. هو واش راح يحب ينحي الحبات هذوك لازم له تحطيه وديري له صاشي ولا تحطيه في الكروانه نتاع المقفال. ما هذه اليامات الاولاد كلهم مرض، واش راح يديروا؟ ربي يشفيهم ان شاء الله. ولا البارح اللي طلبت لهم الشفاء، تعرفي واش نقول لك؟ انا ولات بناتي وكل راهم قراف يتقيا وحشاكم، ما امراض مساكن ربي يجيب لهم ان شاء الله الشفاء ان شاء الله يا رب العالمين. واش يديروا هذاك اللي يغليوه في الماء؟ هو شوف لازم لهم هذا اليوم يديروا لهم شويه تيزانات ويجيبوا الكاليتوس من برا. كاليتوس ما مليح للكبار، الصغار ما تقدريش كيف راح ديريه لهم. ها تحطيه في البرمه وتحطيه تبخري في الدار. اي هكذا بصح للولاد لازم لهم تيزانه، لازم لهم شويه لاخر سمو حبه حلاوه كرويه، شوية تيزانة لاخر سمو زوج ولا ثلاث حبات حلبة ديريهم لهم وتغليهم لهم، يهزوا غلية غطي لهم حتى يطلقوا لاخر نتاعهم الماء نتاعو يطلق مليح، وديريه في البيبرو. ولا كان بغيتي عندك العسل الحر ديريه بالعسل الحر، لكن ما عندكش ديريه بالعسل الشفاء. عسل الشفاء ولا عسل عادي. والبنات نقول لكم الولاد لازم هذ الايام من الليل الليل سخنوا شوية زيت الزيتونة ودهنوهم، دهنوهم مليح وبربروهم وغطيو لهم الزورة باش يتنحي لهم هذاك البرد اللي كان في مساكن في صدرهم وفي ظهرهم. اليوم ولات بنتي واش ندير لهم؟ ندهنهم خلاص والله مساكن يسعلوا حتى يعودوا يخرجوا الكفاكف هذوك من صدورهم. زيت الزيتونة مليح مليح مليحة بزاف، الولاد دهنوا بهم حتى من الكبار يدهنوا. زيت الزيتونة تنحي البرد من الظهر والزدر. واش راح ديروا؟ راح ديروا المحجوبة بثلاث أنواع. راح نديروا اليوم المحجوبة ثلاث أنواع، نديروا فرماج ونديروا البرانس ونديروا الحبات هذوك. البنات هنا واش راح نديروا؟ راح نطيبوا ساعة الشخشوخة البرانس نوجدوهم، من بعد نديروا لهم الشخشوخة. هاي دوكا ما راح ندير لكم رقاق، زادة راح تزيد لكم رقاق. اليوم راح ندير لكم ندير رقاق اليوم. هي مليح كان رقاق، وكانوا هذه اليامات التمر. التمر والرقاق والبن اللي كلاها كلا رجل تاع الحب. ها هو كي رقاق تاعنا البنات، ان شاء الله يعجبكم تعجبوا ان شاء الله. واش يعجبهم؟ صح يعجبهم ان شاء الله، ياكلوا يديروهم ان شاء الله بالصحه ولهنا ان شاء الله. صح ندعي لبناتي ما تعفو حتى مع حاجه، مع الفروض هذا وما دعي للولاد ما كيفوتوا في الامتحانات. حتى ولدي راح يفوت، قال لي اليوم ما فوتناش، قال لي بالي غدوه ولا غير غدوه. هذه الايام تاعهم يفوتوا تاع الجامعه، الجامعه المتوسطه الابتدائي الليسي وكلهم يفوتوا،
بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله النجاح. بالتوفيق ان شاء الله. يقراوا ولادنا ان شاء الله يلقوا ارواحهم. الدنيا هذه من بكري ما كان فيها والو، ويزيدوا يطلقوا ارواحهم خلاص. تاع الرقاق نتاعي او يعجبك ديروه كيما نديرو انا، يجيكم مليح ان شاء الله. دقيقه درناه شويه ملولي. اي درناه شويه ماها يطلق يبالي الماء، دقيقه يبالي يطلق الماء. واش درنا؟ درنا كنزه. هو الاخر الشخشوخه لازم ديريها باليابس باش ما تقطع لكش. مليح هذه اليامات غير الرقاق والمحجوبه والعيش. هذه الايام برد زاد، لكان زاد صب الثلج. ها وصب دوكا خير وقت قبيل، تعال صب منا جهه جباي هنا جهه جباي ثني تلعبد يشمون. ها خذي اختي باش يجي الماء لعيونك كل يبسو. ما الله ربي ان شاء الله تزيد ما اكثر من هكا تزيد صب ان شاء الله يا ربي. ها هو كيرقاق نتاعي وهنا واش راح نوجدو؟ هذا هما الشخاشخ اللي راح نديرو بهم المحجوبه. ديري الساع الشخاشخه وحطيها مسحه في كروانه ولا في الساشي باش ما تيبسلكش، ومن بعد حطي يبغى يدير الكعبات هكذا، حطي اللي ما طابش من تحت وزيدي لي طاب ديريه من الفوق. هذوك البنات راح نوجدو احنا المحجوبه تاعنا، نحطو احنا يا الساع الاولى هذه ومن بعد نزيدو لي طيبناها. اللي بغى يدهن حتى هذه يدهنها بلاصوص. بغيتي كان تشتي المحجوبه اللي دير ديري ما بينهم لاصوص، ومن بعد زيدي الفوقانيه باش تجيك معبيه. تا شكل البنات ما تجيكمش مدايره، انا هكا نشتي هكا كان ما يشتيوش فيها لاصوص بزاف نديرها هكذا. حنا ياكلوا حبه صاي يشبع. هذه المحجوبه البنات اللي ياكل حبه صاي يشبع. ايوا كان زدتي درتي لها ثاني ما في وسطهم الاخر لاصوص تجي تهبل. تقدري ديريها حتى باللحم المرحي. اللحم المرحي كان درتيها المحجوبه واش راح يشبعها. كاين يديروا فيها حتى العظام. هي في النص. كاين البنات شتو شيه يكسروا العظام في لاصوص يبعد ويحطوا ويديروا بالعظام. هاني جيتكم حبيباتي نجري. شوفوا انا المحجوبه نتاع العظام هذه اول مره نسمع بها با، واش راكم تخلطوا؟ هذه بغى يدير العظم عني في شكشوكه بعدا. لا 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 لا، ديري وديري لها لاصوص وكسري العظمه فيها وديري لها شويه زيت في هذيك فوق راس العظمه. وطبقي وطيبيها. هذه رجعت ماهيش محجوبه، هذه رجعت البنات بوراكه. من بعد وراحين نجيوكم تشوفوا هنايا، راح نجيو العبدويه راح دير لكم دركا المودرن محجوبه. هذه واش هي يما؟ هي محجوبه لصقت لي كانت سخونه. ها لصقت لك؟ هي لصقت. رجعتي خايبه انت. طيب ترجع كي تهبل. صافي ديري لي ماهيش طايبه هي لتحت الاولى. هي. ومن بعد ديري لي طايبه. ولاصوص نتاعنا البنات راكم تشوفوا اللي تحب دير فيه الفيون داشي دير يجي ما شاء الله. هي. ديروا شويه فرماج الاولاد يبغيو اختي حتى هما ينوبوا في المحجوبه. انا قلت لهم المحجوبه كان بغيتو ادهنوا التحتانيه وزيدوا الفوقانيه. الاولاد تاع درك على بالك ما يشتوش المحجوبه تاع الشحمه. ما يعبر دي سقيتش ندور ثوامين والله اذ تشيق. مالا رجعيها لبوراك ديري فيها العظمه. يا اختي المحاجب نتاع بكري كون تشوفوا كي تحلوها هذيك الشحمه الذوبه يا لميمه، ياكل الراجل زوج حبات ينوض يتقعد الحيط يريبو. انت درك قيتش الفرماج انت بعد ذا فرماج. والله كيما راكم تشوفوا اليوم في البرد هذا دارت لكم ما محجوبه. نوضوا البنات خليونا من السفليات وهذوك تقولوا ما عندكمش جديد، قولوا لي في البرد واش من جديد من خلاف المحجوبه العيش المقطعه اسيدي المسمنات هذو كيما راكم ممكن قرنش الرقاق. يا اخي يما هالباه شتي طرف اللحم المرحي ما لحقش حتى هاكي تشوفي درنا به ربع حبرورات نتاع في المرقدك كل حد يتشهشت. ونجيكم هنا البنات لصحن التقديم كيما راكم تشوفوا عزي المسمنات كي تضربيهم مع البن ويكونوا سخونين. الله الله يحبه ماني لان يا اخي زعما نصغى زعما الشعار احنا البسكره جبنا التمر كي تجي قاعده ما تلقايش مخبيين في العوله ما حطيناهمش. هيا وربي يهنيكم ان شاء الله ان شاء الله ديروا المحجوبه وتعجبكم وتاكلوها ان شاء الله بالصحه.